انطلقت في مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة درنا امتحانات الشهادة الثانوية، حيث قام متابعو الامتحانات المكلف من قبل إدارة الامتحانات ومدير مكتب الامتحانات درنا بالاطلاع على سير عمل اللجان. نشكر الإدارة العامة للامتحانات ومراقب التعليم درنا والإدارة العامة برئاسها الأستاذ الفاضل رضا النعاس على المجهودات اللي قام بهن وزيارات المدارس بصفة عامة، ولهذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمور لجميع طلبتنا. الامتحانات تسير بشكل حسن، حيث تعمل إدارة الامتحانات على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلبة والمعلمين والمشرفين على الامتحانات. عندنا ما يقارب عن 213 طالب وطالبة يمتحنوا أمام اللجنة هذه اللي هي لجنة مدرسة الكفاح، واللي مسكتها اللجنة اللي هي مدرسة أم المؤمنين أو مدرسين ومدرسات مدرسة أم المؤمنين، وبداية موفقة للطلبة والطالبات. الأسئلة في المتناول، ما فيش حاجة برا المذكرة. بعد توقف الدراسة والامتحانات في مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا بسبب جائحة كورونا، ها هي تعود بشكل تدريجي في ظروف آمنة باتباعها كافة الشروط الصحية للحد من الجائحة.